دباير نانا دباير نانا دباير نانا. بانتي متاع اليوم للناس اللي تحب وتعشق لبس الذهب واللي تحب تشوفه ديما يلمع ويبرق ونظيف، اما ما عندهمش ثقة ويخافوا وماذا بهم كان ينظفوا ذهبهم وحدوا فضة وبرخص الأسعار. كي تاخو قطعة الذهب متاعك وتحطها في صحفة بالله، تصب عليها شوية من أي نوع صابون عندك في الدار ولا شامبوا، وتاخو شيطة صغيرة جويدة وتبدأ تحك بشوية بشوية وتنظفها، ومبعد تشللها بالماء وتنشفها بطري فقطن. هاو باش نعطيك حل آخر تنجم تنظف بيه الذهب بالخل. كي تنفخها في صحفة معبية بالخل ومبعد تحكها بشيطة صغيرة وتشللها وتنشفها، وتوترى بعينيك اللمعة اللي تولي فيها يا للا صحة. دباير نانا دباير نانا دباير نانا.